السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة. زلزال بقوة 6 درجات يضرب البحر المتوسط، شعر به سكان مصر ولبنان وسوريا وتركيا، حيث شعر سكان القاهرة بزلزال قوي في تمام الساعة 7:30 تقريبا، حتى أن الكثير من مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي في محافظات أخرى نشروا أنهم شعروا بهزة أرضية قوية في نفس التوقيت تماما. ونقلت الكثير من القنوات العربية الإخبارية نبأ عاجلا أن زلزالا قوي شعر به سكان مصر ودول محيطة بها، ومصدره البحر المتوسط. بلغ قوة الزلزال 6.2 درجة على مقياس ريختر، والحمد لله يا أصدقاء. حدث الزلزال بدون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات. وقعت الهزة على بعد 219 كيلومترا من جنوب جزيرة روتس اليونانية وبيروت أيضا والشمال اللبناني، شعروا بالهزة الأرضية التي امتدت لتشمل الساحل السوري. وبالأخير يا أصدقاء، لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد من قناتنا أول بأول. ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. إلى اللقاء.